بس تكون جاهز لي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المركز يعمر بالشباب، وهل كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا شبابا؟ أكبر واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم كان سيدنا أبو بكر، عمره 37 سنة، يعني مرحلة شباب، ما وصل للأربعين، انتبهنا؟ وهكذا، فنحن نشرف بكم، نشرف بهؤلاء الشباب ونشجع هؤلاء الشباب. الآن كان من المقرر بتقدير الله عز وجل، يعني رتبنا أمورنا، لكن أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد، أن نوزع الجوائز أو نوزع هدايا، يعني هدايا تشجيعية هي من مكة ومن المدينة اليوم. لكن احنا شحننا كل شيء في مكة في المدينة، شحناه إلى عنتاب عن طريق البيت يتي وإلى الآن لم يصل، إن شاء الله يؤجل الأمر إلى الخميس القادم. فأرجو ألا يغيب أحد، يعني حتى أخوانكم، حتى المقصرين، حتى إذا واحد يجيب واحد، يعني نحن بالأخير مبدأنا في الدعوة إلى الله هو من وحي النبوة، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. النبي صلى الله عليه وسلم لا القبيلة ولا العشيرة ولا الدولة، شو قال؟ رجل واحد. بجوز الرجل الواحد يكون صلاح الدين، يكون عماد الدين، يكون محمد الفاتح، يكون الشيخ محمد الغزالي، يكون الدكتور القرضاوي، يكون يعني يكون عالم من علماء الأمة، يكون الدكتور محمد عمارة، انتبهنا، يكون الشيخ أسامة الرفاعي، يكون الشيخ كريم راجح، يعني لا ندري. فنحن بنزرع الزرعة، والله عز وجل الذي ينبت هذا الزرع بفضله وبتقديره. فنحن نريد أن نشجع هؤلاء الشباب ونكرم اللي عم يجاوب معنا أكثر، اللي عم يشتغل معنا أكثر. هلأ نحن أعلننا عن مسابقة، جبنا يا هلا حطها هيك هون. إحنا قلنا جبنا هاي البسكليت قبل ما نسافر، وعلقناها أبدا فوق الشيخ سامر بالضبط، جيت ما لقيتها، استغربت، المهم منيح لي ما كان قاعد لأنه وحد قال بغيابي. أنت ما عم يتحرك شو فيها للبسكليت. المهم فجبناها، قلنا لهم يلي بيحفظ يعني بتحقق فيه مجموعة شروط، بداوم، بيكون على أدب، بداوم بالمركز بغيابي وبيكون على أدب، وكله مؤدب لكن بيتفوق بالأدب، انتبهنا، وبيحفظ قرآن كريم وبيشهد فيه الشيخ بشر شهادة، له بسكليته. فقاموا قالوا لي معروف حيطلع الأول علي، بسكليتة واحدة يعني الأول بدك تعطي الأول حياخذها علي، لأنه علي طلع الأول بمسابقة رمضان. قلنا لهم بالغ ما بلغ العدد، هيك قلنا لهم بعدين، بالغ ما بلغ العدد، كل واحد تتوفر في الشروط بياخذ بسكليتة. المهم يلي يعني مشيوا مع الشيخ بشر، تعال الشيخ بشر لعندي، تعال عندي، تفضل عود هون. اللي مشيوا معه طبعا في كمان الشيخ عقيل، هلا بنحكي عنه، هلا عم نحكي اللي مشيوا مع الشيخ بشر والتزموا معه وشدوا معه ثلاثه، هن محمد خوجه، تعي محمد خوجه وقف قدام الشيخ، بين الشيخ والشيخ، ايوه، ومحمد عزيزه وين تعا وقف بين الشيخ بشر والشيخ، والشيخ علي، تعال عندي الشيخ علي، وقف هون قدام الشيخ بشر، ايوه. فهو اول واحد خلص يلي عليه من الحفظ هو محمد خوجة، وكانت هي لازم تكون له، ثلاثه له منها هي لازم كانت تكون له. قام محمد خوجة قال ما بدي لون ازرق،
شغل شباب بدنا ندخل السرور لقلبهم. علي بتاخذها انت هالجمعه والجمعه الجايه بنعطي محمد خوجه محمد عزيزه. تم التوافق بيناتنا نحن ثلاثه، فالثلاثه حفظوا قد بعضهم البعض الله يسلمه، لكن الاسرع كان محمد خوجه. فقررنا نحن اليوم الخميس في مجلس صلاه علم نحن كل جوائزنا وتكريمنا وشهاداتنا ببركه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام في مجلس صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، انه نكرم هي البسكليت لاخونا علي وابننا علي. طبعا له هديه كمان انا جايب له اياها وجايب للكل، ما لي نسيان حدا ان شاء الله تعالى. اول شيء الشيخ سامر والشيخ وائل والشيخ عمر والشيخ بشر والشيخ ابراهيم، ما لي نسيان حدا. يعني سبحان الله هدول ماشيين بدمي كلياتهم، الشباب هدول الصغار والكبار. هلا ننتقل للشيخ عقيل. الشيخ عقيل الله يرضى عليه، انا يعني نحن هلا الضيافه حتكون على شرف توديعه. هلا بنعطيك المسؤولين بس بنكمل فقره الشيخ عقيل. الشيخ عقيل استلم الشباب الصغار اللي هن البراعي فزاد العدد فسواهم حلقتين، حلقه قبل الظهر وحلقة بعد الظهر. هلا اللي بعد الظهر يلي اخواتهم لهم اخوات بنات وبيجوا على قسم النساء وبيجوا اهلهم بياخذوهم سوا، يلي قبل الظهر لا يلي بيوتهم قريبة وكذا. فالمهم صار حلقتين. بعدين شوف التفكير بالدعوة. انا مهما تشكرت الشيخ عقيل انا لا افيه او لا افيه عفوا حقه. لقى اولاد بالشارع عم يلعبوا قدام بيته، لا اولاد عم يلعبوا، غار عليهم انه كل يوم عم يجي على المركز عم يلاقيهم عم يلعبوا. وبيعرف انه نحن يعني موضوع الباص وكذا هذا يعني بده يعني رصيد لحاله، وبيفتح ابواب يعني ما عاد ما بتكتفي بمنطقه بتغطي هون وهون وهون. فالمهم قال لي سيدنا شو رايك نستاذن إمام المسجد اللي قدام بيتنا قدام بالبلزادة ونساوي حلقة للبيت الشامي هناك؟ قلنا له اتكلنا على الله فساواها الجامع اسمه جامع فاطمة، ساواها حلقة جامع فاطمة. كل المجموعات ما في لو قبل سبع سنين أنا موجود فيها، فعم تابع كلام الأهالي معه والطلاب وعم يبعث لي الصور وأنا موجود في مكة وأنا موجود في المدينة. فالعدد في حلقة فاطمة جامع فاطمة زاد، والعدد في الحلقة انقسم لحلقتين وزاد بالأولى وزاد بالثانية. لكن هذا الشيخ عقيل غرسة من غرسات المركز، الآن قدم على أكثر من جامعة فقبل قرب البحر الأسود. أي مدينة؟ زنجولدك. نعم بعد أنقرة. فقبل في الإلهيات، يعني هو سيعود لنا معه شهادة شريعة. فهذا ثمرة من ثمرات مركز البيت الشامي وغرسة من غرساته وبركة من بركات القرآن الكريم في هذا المركز. وإن شاء الله بنشوفه من علماء هذه الأمة وبنشوفه على منبر من منابر منبج، لأنه هو من منبج. وإن شاء الله بيرجع بينبنى جامع الشيخ عقيل، والشيخ عقيل بيصير خطيب بجامع الشيخ عقيل في منبج. فنحن اليوم الضيافه هلا بعد ما نعطي للشيخ علي ابننا الشيخ علي، انا بقول علي غرسه من غرسات البيت الشامي في ارض الكنانه في مصر. يعني انا دائما سبحان الله ارى فيه خيرا، لي نظره يعني متواضعه من خبرتي مع الطلاب ومع الاطفال ومع الشباب ومع الفتيان، لي نظره. ف علي له مستقبل، واخوه وابوه كلهم ما شاء الله اهل فضل، عائله كريمه انتبهنا. لكن له هيك حتى بقلبي له شويه خصوصيه انتبهنا، ان شاء الله ما بيخيب ظني فيه. الان سيدنا ابو انس معلش تقدم له اياها. بسم الله سيدي الله يخليك. لا هي بسكليت بسكليت تسلم هي زمورة ما حتى تسليم بهي. الجمعة الجاية
عندنا توزيع البسكليتين، ان شاء الله بيكون اجى الاغراض من الشحن باذن الله تعالى ونوزع الهدايا. بس في شرط محمد خوجة، ما بيجي ابوك ما بتستلم هديتك ولا بتستلم البسكليت محمد عزيزي، لانه الاب لازم يفرح بابنه. الله يرحم الشيخ محمد عوض، لما ختمنا القران كان عمري 14 سنه، فكان في مولد بعد حفله الختم، فاجى الشيخ محمد عوض على جامع القاعه عند الشيخ حسين قطاب في الميدان، فقالوا له في خمس شباب ختموا، قال لهم وين صلاح خدام الجامع؟ وين رضا خدام الجامع؟ هذول اختين اخوان، وين محمد حماده؟ وين نور الدين السيد؟ كل ما بعد ما نادى لهم وين ابونا محمد حماده؟ وين ابونا صلاح؟ وقعد بقى يخاطب الاباء، فالاب لازم يفرح بابنه، فاذا ما بيجي ابوك ما بتاخذ هديه. ابراهيم كل واحد له هديه، اذا ما بيجي موكل عن ابوه، ابوه او موكل عن ابوه ما بياخذ هديته. ان شاء الله بنكون خلصنا موضوع الشحن، والجمعه الجايه نلتقي، وبدي كل الشباب تحضر. احمد قل له لابوك الشيخ داعيك على مسجد صلاه على النبي، وقل له لامك ام تميم داعيتك على مسجد صلاه على النبي، انتبهنا. الشيخ سامر امه بتجي والله، والشيخ وائل، يعني نور قل له لابوك وقل له لامك، خلينا نشط بعضنا البعض. هذا مجلس مجلس بركه، والله عندما نقف بين يدي الله لن نجد بعد الله يعني في الشفاعه لن نجد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاه والسلام يقول اسجد عند العرش، يعني اناجي الله بكلمات يلهمنيها، الله بيلهمه ما شاء الله له، يعني قديش الزمن هو ما بيعرف، فترة من الزمن يظل ساجدا ويناجي الله عز وجل، ثم يقول له الله عز وجل يا محمد ارفع رأسك وصل تعطى واشفع تشفع. وكل الأنبياء يقولوا اذهبوا إلى غيري، إلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا لها أنا لها. فنحن هذا المجلس بدنا نحافظ عليه، بدنا نطوره، بدنا ننميه، وابتداء من الجمعة الجاية بدنا سيدنا أبو أنس يسمعنا يعني هيك أناشيد حلوة. سيدي ما بدك أنت وابنك أنس صوته حلو، واحد ثالث تطلع أحلى فرقة، ما بدنا نحن فرق طنانة، والله أنت تطلع بسم الله ما شاء الله، والله صوته حلو الشيخ أبو أنس. بعدين اللي بده منشد هو كان عنده فرقة إنشاد، بس آثر طلب العلم على الإنشاد، انتبهنا. والله يعطيكم العافية، مبارك ابني باسم الشيخ أبو اليسر وباسمي وباسم الشيخ بشر وباسم سيدي أبو أنس وباسم الشيخ عقيب وباسم الشيخ